كويز. الكويز مجموعة من الأسئلة بلا ما نحبكش تخمم برشا. شكون تعتبره أحسن لاعب تونسي تاو؟ البرا ولا في تونس؟ في تونس، تونسي عنده جنسية تونسية. البرا ولا في تونس مش مشكل. كل بيفو اللي يلعب في كولن نسي اسمه. الياس سخير. اي هذاك. ما تبعش برشا هذا اللي. اي ما نعرف نسيت اسمه، ما ذاك يعمل في رول كبير ومش ظاهر معناه سورتيرا. أحسن لاعب في الكلوب تاو؟ سؤال سايف. أحسن لاعب في الكلوب تاو؟ اي. برشا ثلاثة هما معناتها ستاتستيك ولا تحكي معناها انت ملاعب تشوفه توا هو اللي هز جم مش هو هز زعما قاعد يقدم في اداء كبير معناها نقولوا هكا يحيى وشماخي وزو وبصيرو كانوا ثلاثة ولا أربعة أربعة توا فكرت أفضل لاعب في تاريخ تونس حاتم طرابلسي لاعب تشوفه قادر ينجح في الاحتراف في بطولة تونس شماخي تحسن برشا يا سينا اي تحسن برشا هو من الاول معناها ملاعبي وعنده كاليتي باهية اما ديما حاشم ديما شوية اي بعد الحمد لله معناها كي سايب روحه عنده كاليتي كبيرة شماخي شكون أقرب لاعب ليك؟ أقرب لاعب زهير وصابر أفضل مدرب تونسي تو ولا تو في التاريخ أحسن مدرب تونسي تعتبر أنت أحسن مدرب تونسي فازل بن صرتي أحسن مدرب ترينيت عنده ليه برشا كيك ترينيت عنده يا أحسن واحد برشا برشا بالحقيقة كل باش نسمي لك نسمي مثال إيه بالطبيعة سي قيس اليعقوبي بن شيخة سانشيز سي فوزي البنزرتي في بالي واحد سميتهم لي الكل فالي اي كلهم برشا الحقيقه برشا مدرب عنده فرض على بلاد عيف قديش برشا سمي لي واحد مدرب عنده فضل صغير ولا انا كبير كيما تحب هذي سايب سويل نجم نقول لك مسؤول اما مدرب معناتها باهي وانت كبير شكون اللي يقف معايا في مثلا منتصر الوحيش ومسؤول شكون منتصر تقصد منتصر ماتش ما تنساهش ماتش ما ننساهوش دربي ثلاثة بليش رجعني لبالي توا كيفاش وقف معاك منتصر منتصر وقف معايا ديما يحكي معايا يعرف شنو وين النجم نقدم معناتها كي شد كل واحد ياخذ حقه معناتها كي شد نادي الافريقي 2015 تصور برشا عباد باش تتغشش مي هذيك هي الحقيقه تحس تبدل كل شيء ما عادش يخرج شيء تحس معناها بالحق نادي الافريقي رجعت نادي الافريقي سواء معناها البرة الداخل في الحوايج في كل شيء في كل شيء معناتها كل واحد ياخذ حقه شكون باش يتغش؟ العباد جمهور شنو ما فهمتش؟ اي جمهور جمهور تحب تكره ينجح معناتها تسمى في الكلية اي ما هو قاعدتك المشكل اللي هو مشى اللي طوال وفهمت برشا عباد كرهته برشا عباد بريتوه معناتها كل واحد ياخذ حقه خدم خدمه كبيره في النادي الافريقي كان وقتها كان قاعد كنا النجم وضعيتنا خير من هكا برشا باهي احسن بونتو ماركيتو ماتش المرسى في المرسى في 91 دومي فينال دومي فينال مش في 91 كنا خاسرين واحد بليش ماركيت في 91 مشينا البلانتيات وتعدينا فينال كيفية البونتو انسى بالراس هدف تمنيت لو كان كنت انت سجلته معناتها مزيان ولا في الوقت ولا كيف مش مشكل مهم ولا مزيان مهم تحبيت انت يكون سجلت ماتش السودان لنا في تونس نتاع بلال حسيت حاجه كي مركا هو حسيت معناها كنت باهي ماتش ما تنساهش ماتش ما ننساهوش ما فينال الروتور نتاع الفيس غادي علاش
ليلة الماتش تضرب عفس عليه السلطاني سبعي تكسر. لعبت بزريقة لعبت بزريقة سبعي تكسر مانيش مصدق ما نجمش نلبس بدري وقت مانيش عارف كيفاش كملت الماتش وقت وعديت ماتش كبير وصلنا فينال ب 14 جوار وخسرنا بلانتيات ومن بعد جول الفيس عمل لنا هكا ودرا شنو حتى الميداليه نسيت هنا ما عادش لوج كان على الجول نتاع الفيس واحد يا ربي يعلم بيه وجا عمل لنا هكا هذاك هو الماتش ما ننساهوش. باهي بعد الكلوب واريانا اقرب جمعيه ليك اش معناتها اقرب جمعيه؟ جمعيه عش بعد الكلوب واريانا تحس تحبها تربح تشجعها حاجه هكا صفاقس تحب السياسات؟ اه صفاقس علاش؟ فما صحابي كوروا فيها فما في ريانا فما برشا ولاد حومتي يحبوا صفاقس يحبوا الكلوب اكثر من صفاقس اما برشا يحبوا صفاقس صفاقس معناها وما عندناش مشاكل مع صفاقس نحن صحاب احنا مش صفاقس معناتها فهمت؟ باهي مهاجم تقدر حساب يعني كيما كان في الاسبيرونس كاسح 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 و وملعب معناها في الساقين هو تهبط انت وياه عارفك تولي في الساقين اي عارفه شو باش يفضل يعني باهي حكمة آمن بها بلي حكمة آمن بها اش معناتها ما مثل ولا حكمة ولا حاجة آمن بها ولا ما عندكش لا ما عنديش الحقيقة حاجة فيك ما تعجبكش كنت نرفز ما عادش نعرف روحي ما عادش نتحكم في روحي حاجة خايبة في أول حاجة تعملها صباح كي تفيق هذا سؤال ما عند أماني ما يصيرش مش قهوة مش باش كنت تعتبر احسن لاعب في العالم الاولاد صابر وزوك اللي يحبوا ميسي البوت البارح بركه عركه على ميسي وكريستيان يعني مع الاولاد خويا ميسي احسن لاعب في العالم شنو العركه كيف سيف الجول يحب كريستيان ومعنا عندنا جروب احنا عندنا جونا في معنا معنا مسؤولين معنا السلاسة عملنا لنا جروب الكل مع بعضنا واتساب ولا فيسبوك واتساب واتساب معناتها أحسن يتعاركوا شكون أحسن على كريستيانو ولا ميسي كل واحد يهبط الآخر قداش من شهز والآخر لحمت أنت شكون كريستيانو؟ لا لا أنا ميسي مع زهير وصابر بأي أحسن مدرب في العالم؟ غوارديولا باهي كان تيفي لوكويز. لوكويز.